تقارن معاه شحال كاين كيفاش تشعل اسمه في الدراك واش ستيل قوي ولا ما عرفها مع راسي ما عرفتش وما عجبش تقارن من السنة وما راه معاه ثلاثة ديال السنة لازم انا نوصي الصلاة راه هما عين حسن لينا في الزنق راه ما عندهمش واك واك ولا اله الا الله محمد رسول الله حنا محروم كلهم مشويين صافي فهمتي حنا محروم كلهم مشويين كلشي مشى لهم الاوراق ولا كارطات وكلشي مشى لهم ما عندهمش والحلال ثلاثة ديال الرجالة والله الا الرجال واحد الله الا والله ما نعاونوا هاد الناس مسكره ما عندهمش اي حاجه جات كضرنا جات الشتا كضرنا جات اي حاجه خضر على الصرصي هكا انا نوقف معانا ويجيو يشوفوا التكرفيصه بعينو ويدي طويله علينا الله يرحم الوالدين الله يجازيكم بخير وين راكم ديروا لنا شي عقد خوزه مساكن شيفو بشي مره عاد تخرج للدار فين غتمشي دابا هي ولادها الحطايره يبيع عليها فين غتمشي هي ولادها هما عندنا مزاوط واش مزاوط فين غنديروا هاد البراك علاش مالنا حنايا ماشي عباد الله ماشي ناس ماشي ناس يديروا لنا حل يشوفوا فينا المسؤولين يشوفوا فينا سيدنا الله يخليه لينا يا مريا هاد اللي تحركوا مساكن ما عندهمش كانوا ما عندهمش دابا زادوا ما عندهمش مساكن ما عندهمش كاع باش يعيشوا باش يكون ويتامى ما عندهم لا امهم ما عندهم لا باه الله يسهل حالتنا عزيزنا شفتوا من حالتنا شي شوف من حالتنا حالت وليداتنا غنموتوا غير واحد غيموت عشرة ديال الناس والو لا حتى حاجه لا حتى حاجه لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس